السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب. النهارده باذن الله هنعمل الفشار بطريقه بسيطه وسهله وبمعلقتين سكر، هتاكلوا احلى فشار. والفشار اللي هيفيد مش هيترمي، ده كل ما بيقعد بيبقى ناشف كده ومقرمش وجميل. هنجيب كده شويه فشار ونحطوه في ميه وهندلق الميه ونرجع نحط لهم ميه نضيفه ونخليهم على البوتاجاز كده قيمه 5 دقائق كده، 3 دقائق. وبعد ما يعدوا 3 4 دقايق دول هنروح مغطينهم وسايبينهم قيمة ساعة. طريقة حلوة وجديدة جميلة قوي وهتعجب الولاد. بعد ما سيبناها ساعة كمرناها في المية السخنة، هنيجي هنا نصفيها وهنخليها لما تصفي المية بتاعتها خالص. هنجيب بقى هنا حلة ونحط فيها شوية زيت مش كتير ونستنى لما تسخن. اول ما نلاقيها سخنت كده نروح حاطين الفشار يكون اتصفى من المية خالص، ونفضل نقلب فيه، ايدينا ما تتشالش منه لغاية ما نلاقي اول حباية طرقعت كده وعملت فشار، نروح مغطينه وسايبينه لغاية ما ايه تكتمل عملية الفشار. طعمه جميل قوي يا بنات، جربوها هيعجبكم وهيعجب الولاد قوي. بصوا بدات اللي هي ايه الفشار يبدا ملامحه تبان. هنغطيه ونسيبه بقى لغايه ما يكتمل عمليه الفشار. هنيجي هنا نحط ايه شويه سكر مش كتير وهنكرملهم عادي من غير اي حاجه على البوتاجاز. هنفضل نقلب فيهم عشان ما يتحرقوش، عشان كلهم يبقوا واخدين لون واحد. بدأ السكر يتكرمل، كل ما يبقى هيبقى معاكي كتل كده كل ما هيسيح هيفك. بصوا هيفك. هنيجي هنا نحط قطعة زبدة حلوة كده، معلقة كبيرة او معلقتين، ونقلبها كويس لغاية ما كله يتجانس مع بعضه. ونروح حاطينهم بقى على الفشار ونقلبهم كويس. ما تاخديش بقى الحبوب اللي هي بتبقى يعني ما اتعملتش فشار، دي تبقى ايه صعبه في الاكل. وقلبيها كويس، يستحسن لو انت ما تقلبهاش باللي هي الاسباتيولا دي، اعمليها قلبيها بمعلقه خشب تبقى سهله عليكي. مش هقول لكم بقى يا بنات على طعمه تحفه خطير، وكل ما بيقعد كل ما بيقرمش وبيبقى طعمه حلو قوي. هنفضيه بقى في طبق التقديم وبالهنا والشفا. لو وصلتي بقى معايا لغايه هنا والفيديو عجبك، يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه لسه ما اشتركش، فضلا وليس امرا. وشكرا اللي اشترك معايا ودعمني، جزاك الله خير. جميل، بس شكله جميل وطعمه تحفة والله. ان شاء الله يعجبكم. سلام عليكم.